أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا ضيفين أخين عزيزين، الأخ إسلام حمدي والأخ أحمد دنانة. خلونا نرحب فيهم بالبداية. أهلا وسهلا فيكم يا شباب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طبعا موضوعنا راح يكون اليوم القمع في الشرق الأوسط الاضطهاد في المجتمعات الشرق أوسطية. كلاتنا شفنا اليوم الجريمة الوسخة بصراحة، القذرة اللي صارت بالأردن لناشط صحفي، هو كل جريمته إنه حاطط صورة على الفيسبوك. يعني أصلاً هو ما رسم الصورة، هو ما فكر بالصورة، هو لكل شيء سوى شير له الصورة هاي. تصوروا يكون يعني العقوبة تكون إعدامه، يعني بشكل من الأشكال. مساهمة فيها الحكومة كلها بنعرف، تغاضت عنا، تغاضت عن حماية الشخص هذا وقتلوه. أحمد دنانا، ممكن بس تعطيني رأيك وأنا راح أجيك أخوي حمدي إسلام عشان تعرفنا عن نفسك يعني. تمام. طبعا رأي معروف يعني. بعد الحادث نشرت الحكومة الأردنية استياءها عن هذه الجريمة، وبس ده مش كفاية. يعني احنا يعني انت بتعرب عن استيائك لجريمة شنعاء زي دي، لمواطن مسالم، مواطن صالح، مواطن كاتب مفكر. طيب هو خده ايه؟ اسرته خدت ايه من استيائك؟ انت فرض عليك حماية المواطن من هذا الفكر الإرهابي. مش كل ما تحصل حادثة أو تحصل جريمة بسبب إرهاب هؤلاء الصلاعمة أنت تطلع تقول لي أنا أعرب عن استيائي وأعرب. يعني الكلام ده مش أصرفه من أنهي بنك؟ الكلام ده مش معايا. إحنا لازم يكون لنا حقوق، ولازم الحكومة تحمينا لأن إحنا مواطنين، ده حقنا كمواطنين. الاعتقاد حق مكفول لكل مواطن، وكمان عدم الاعتقاد حق مكفول لكل مواطن. انت ما تفرضش عليا ان انا عشان اعيش في امان لازم اعتقد. يعني مثلا بيقولوا حتى نكته سمعتها المصريين بيرددوها، يقول لك عشان تعيش في مصر لازم تكون مسلم سني واهلاوي. يا سلام، طب افرض انا مش عايز ابقى مسلم سني، مش عايز ابقى اهلاوي، هتضطهدوني وتكرهوني؟ يعني هذه الثقافه المريضه يجب ان تتغير، يجب تقبل الاختلاف وتقبل الغير. عمرك ما تكون انت مسالم وفي حالك وما بتاذيش حد، واحنا هيطلع ناس تانيه تنتقدك وتعيب فيك وتذم فيك، مش ممكن. يعني انا يعني ما شفتش علمانيين او ملحدين بيتكلموا عن السيخ او عن البوذيه او عن، انا يعني ما حدش انتقد الكلام ده، ان الناس دي ناس في حال. ما تمارس يا عم عقيدتك مع نفسك يا عم، احنا بنقول لك لا تعتقد. احنا ناس لينا افكارنا، ناس اطلعنا على الحياه العلميه، انتقدنا الدين وسبناه، احنا دي حريه شخصيه. انما علشان كل واحد يقول كلمه يقابل هذا بإرهاب والحكوماتنا العربية غير قادرة على حمايتنا، ده كلام صعب جدا. يعني ده يعني نطفش نروح فين منهم الناس دي؟ أنا مش فاهم. يعني طبعا الحادث اللي حصل النهاردة ده أنا قمت من النوم طبعا على الخبر، زعلت جدا، لأن هذا الرجل كان رجل خلوق، هذا الرجل كان رجل مفكر وكاتب كبير. ليه تعمل فيه كده؟ ليه؟ عشان مجرد كاريكاتير نشره على الفيسبوك؟ ما هو حر. وبعدين هذا الكاريكاتير، انت لو بصيت لهذا الكاريكاتير وامعنت فيه هتلاقي ان فعلا هو الدين بيقول كده. الدين بيوعدك بحريات في الجنه، صح ولا لا؟ الدين بيوعدك بلحم طير وبخمر وفاكهه مما تشتهون. طب هذا الكاريكاتير متضمن هذه الاشياء، نساء تجامعها ولحم طير وفواكه، والاله سعيد بانك ان انت بتقضي وقت كويس وبتنعم في الجنه. يبقى ايه الحاجه الشاذه او الجديده اللي الراجل ده ضافها؟ انا نفسي افهم. ما هو الكاريكاتير، هو ما هذا ما يقوله الدين، هذا ما يوعد به الدين للمؤمنين، ان هم لما يموتوا يخشوا الجنه ويحصلوا على هذه الاشياء. طب انت زعلان ليه بقى؟ انت ايه اللي مزعلك؟ يعني فين هنا الاهانه بقى؟ انا يعني هات لي وعلي الاهانه. احمد، اظن الاهانه انه عم تواجهه بالحقيقه الصادمه اللي هو بيقدسها بدون مجرد، يعني بدون اي رتوش، بدون اي شيء. هي الحقيقه الصادمه له بالنسبه له، وبالنسبه له يعني الجنه شيء خيالي لا يتصوره بعقله. ولكن لما تجي على ارض الواقع تشوف انه
مثلا بالجنة، لما كل شيء بإذن الله، طبعا كل شيء بإرادة الله. لما الخمر عم تشربه الله مجريه، يعني لما عم تقول بدي اللحم الطير هذا الله بجيب لك إياه. فالكاريكاتير هذا يعني تجسيد حي، إنه يا رب بدي هالخمر هذا، أعطيني يا رب بدي. فالرب هو اللي عم بينفذ الأوامر. يعني انت جردت له الحقيقه وحطيتها قدام عينه، هو رافض الحقيقه الاساسيه، هي لانه في شيء مثل ما بقولوا يعني فطره سليمه، ولكن لا يتصور انه الهه المقدس عم بيقدسه بيكون بهالبشاعه. هي القصه. طيب اذا كانت الحياه بتوجعه، اذا كانت الحياه بتوجعه، ده مش احنا من الناس ذنب، احنا من احنا انت هي دي الحقيقه وهو ده الواقع، وهذا ما يقوله الدين، رسم ما يقوله الدين عن المؤمن الصالح اللي بيخش الجنة. هذا ما يجود المؤمن في الجنة: نساء ولحم طير وفكاهة. لم يضيف جديد. الإله سعيد بأنك تنعم بهذه الأشياء، لم يضيف جديد هذا الرجل. لماذا يقتل؟ الحقيقة بتوجعك، دي مش مشكلتنا احنا، دي مشكلتك انت، انت اللي مصدق في كده خلاص، ما تزعلش بقى يعني، واخد بالك؟ لما اجي انا على الكابتن اسلام، وهو من الاصدقاء المحترمين، الناس اللي انا بحترمها وبقدرها على الفيسبوك، لما جت ارسم كاريكاتير لكابتن اسلام وهو في البريدج، وهو في البريدج وقاعد قدام الرادار، انا كده انا بهين شخص اسلام؟ لا، هو فعلا اسلام كابتن وعلى مركب وقاعد في البريدج وفعلا قاعد بص على الرادار او بيعمل جود اوت لوك من المركب. طب ابقى انا كده اهنت اسلام في ايه؟ انت واخد بال حضرتك ايه الاهانه جت منين بقى؟ خلينا بالبدايه بس يعني نرحب الاخ اسلام، واخي اسلام معلوه بسك بطاقه تعريفيه عن حضرتك، تفضل. اهلا وسهلا. في الاول بشكرك، بشكر حضرتك وبشكر البرنامج بتاعك الجميل، بشكر القبطان حبيبي استاذ احمد دنانه. انا كنت مسلم سني اهلاوي زي ما قال بس ما زلت اهلاوي يعني. الموضوع جه معايا الاول بالصدفه، ان انا دخلت الجروبات دي، حد من الاصدقاء دخلني فيها، اتفرجت على الردود، الكلام اللي هم بيتكلموا فيه. الاول طبعا استغربت وقعدت اقول ايه اللي بيحصل ده القيامه قربت، وازاي الناس دي بتشتم ربنا وبتشتم الرسول ازاي؟ بس ما عملت زي بعض الناس اللي هو اخش اشتم في الملحدين وكده، قلت هو بيشتم ربنا هينتقم منه، ورحت خربت. بس دخلت تاني قعدت اتابع واشوف ردود المسلمين بالنسبه لاسئله الملحدين، مفيش اي اقتناع، ما اقتنعتش. كنت دخلت بقى في مرحله الشك بقى، اقول ايه؟ طيب ابتديت اتفرج اكتر، اتفرج على اليوتيوب، اتفرج على نشأة الكون ونظريه التطور والحاجات دي كلها. طب الكلام ده منطقي، والكلام ده علمي، طب ايه بقى التانيين بيقولوه ده؟ طب اتفرج على نظرات الشيوخ الازهر مع مثلا، او الشيوخ الاسلام مع الملحدين، كلامهم مش من ربنا، هو اللي جاب الشمس وربنا اللي جاب القمر. طب يا عم انا سهل اكتب لك حاجه على الوورد على البي دي اف واقول لك ده اله زيوس ولا منقرع ولا امون رع هو اللي جاب الشمس والقمر. هي بالكتابه سهله، هتقول لي فين المعجزات بتاعته؟ اقول له حصلت زمان، هي طلعنا ناقه من جبل وواحد عاش في بطن حوت، واحد شق العصايه البحر بعصايه، كلام غير منطقي. واحد اتولد بام من غير اب، وشويه يقول لك نبي وشويه اله وشويه ابن اله، عامل زي كوفي ميكس ثلاثه في واحد كده. طب ما هو كلام غير منطقي يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده. واحد تاني يقول لك ده كان ما كانش معاه حيلته حاجه ومعهوش فلوس ولا اي حاجه، وابتدى الاول بالتسامح: يا جماعه اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي مش عايز براحته، وانا مش عايز حاجه منكم، واتجوز واحده اكبر منه كانت بتصرف عليه، واتجوزها جواز مسيحي اصلا تبع الشريحه المسيحيه. وبعدين بقى لما بقى كون بقى جيش بقى وراح دخل عليهم بالسيف بقى، واتجوز اربعه وما ملكت ايمانكم، والكلام ده مش منطقي. الواحد لازم يقف قدامه ويفكر. الواحد كان بيفكر زمان بس حاسس ان هو لوحده. طب ايه وانا بفكر لوحدي يا جماعه؟ انا بقول حاجات غلط وربنا يعاقبني عليها؟ لا، ده في ناس بتفكر زيي. طب ما انا افكر، ايه المشكله ان انا افكر؟ هي ده حصل ازاي؟ دي جت منين؟ لازم تفكر وتسال اسئله يعني، ما ينفعش. فتدريجيا الواحد اكتشف اللي هو كان عايش وهم. التلاته كلهم اشتغاله،
سواء اول واحد اللي من 3000 سنه اللي شق العصايه، مش عايز اجيب اسامي عشان الناس ما تزعلش. لا ما واحد بتجيب نزل أسامي، زعل ما في مشكلة. واحد شق العصايه مش عارف، شق البحر بعصايه، والتاني نزل من غير اب، والتاني مش عارف يقول لك انا قاعد 4 سنين في بطنه وبطن امه، كلام يضحك. ويتجوز لك اربعه، متجوز اربعه ليه؟ يخرب بيتك، ده كان عايز مصنع فياجرا ده ايام. الواحد مش قادر على واحده وهو متجوز اربعه، غير ملك اليمين، غير يقول لك عشان تتوسع. تتوسع ايه؟ وتقول لي عيش الحياه مش لعب ولهو. لهو مين يا عم؟ انت متجوز كذا واحده يا عم، انت خاربها يا عم، كنت خاربها في ايامك. يعني حياة ليست له، عنده 4 نساء وعنده ثلاث أربع مثلا ملكات يمين، والحياة ليست له. أمال لما تكون له هتكون إيه يعني؟ بدي أفهم يعني، لو تكون له شو راح تكون؟ إسلام، بس بدي منك تقول لي شو الفرق بين إسلام اللي كان مؤمن قبل ما تدخل على الجروبات الإلحادية هي وتصير زنديق كما أنت وأنا حالنا الآن، وبعد ما دخلت شو اللي صار الفرق بين الإسلام القديم والإسلام الحالي، الإسلام اللي كان مؤمن والإسلام الملحد؟ تفضل. هو الموضوع ما اختلفش كتير، انا كنت متدين عادي زمان، بس كنت بشوف المسيح اسلم عليه، لو في يهود اسلم عليه، غير بقيه المسلمين لا ده مسيح انا ما مرمولوش السلام. كنت اشوف واحد مسيحي ما كنتش اقول له سلام عليكم، اقول له مساء الخير زيه عشان ما اجرحوش، ما احسوش اللي هو اقليه مضطهده. انا يعني كنت بحب الخير للناس وما زلت يعني، بس الموضوع بيختلف بقى لما انت بقى بتسيب الدين، الموضوع نظرتك ليه بتختلف تماما 360 درجة اختلاف، بتشوف بقى المنظور الحاجات تانية خالص يعني. هو الكلام لو اتكلمنا من هنا للسنة الجاية مش هنخلص، الكلام كتير. بس بتفكر في حاجات كتيرة، وبتشوف بقى طب انا هموت، طيب لا هي حياة واحدة هعيشها، اعمل اللي انا عايزه برضه، ما اجيش على الناس يعني، حريتي اللي انا ما اثرش على حريتك. يعني مثلا انا ما بشربش خمر ولا بشرب مثلا حشيش، انا ما بحبهمش مش عايزه، بس ايه اللي يمنعني ان انا اشرب مثلا لو فرح ولا ليله راس سنه ولا حاجه، ايه المشكله اشرب؟ طب ايه الضرر في كده وانا اذيت حد فيه؟ ما اذيتش حد، انا مع نفسي. في حاجات كتيره برضو يعني، كنت الاول مثلا لما يجي لي واحد شحات اديله فلوس مثلا يقول لي لله ومش لله، طيب يا عم. لما بقيت ملحد اللي يقول لي لله اقول له انا ملحد، يروح باصص لي لي بس اقول له اديله برضه. طب ايه المشكله طالما انا معايا اساعد الناس؟ ما اساعدهمش ليه؟ واحد ابقى قاعد مثلا في مترو ولا حاجه، حد راجل كبير ولا ست كبيره، وانا لما كنت مسلم ودلوقتي اقوم اقعده، في شباب تانية بشوفهم عادي مش في دماغهم، ما تقف يا عم. لا انا ما بحبش افتري على حد يعني، احترم طيب الشعوب الاخرى. شو رأيك باللي بيقول لك الدين هو فطرة، يعني إنسان بولد هو متدين، يعني شو رأيك بالقولة؟ تفضل. الدين مش فطرة، الدين بالوراثة، دي حاجة لازم نكون متفقين عليها. أنت بتورث إن أنت تبقى مسلم سني أو مسلم شيعي أو مسيحي أرثوذكس أو مسيحي كاثوليك أو يهودي، وبتطلع بتكره أي فئة تانية ما تبقاش معترف بيها، وبيربيك من صغرك إن أنت الناس دي وحشة، الناس دي هتخش النار، الناس دي مش كويسة، الناس دي طالما مش زينا، أنت لو خدت بإيدين واحد ودخلته الدين بتاعك هتخش الجنة. طب ايه الكلام ده يا جماعه؟ ما ده جاري مثلا مسيحي، طب ايه المشكله لما اسلم عليه اهلا وسهلا، هو في حاله وانا في حالي يعني، زي ما نقول الدين لله والوطن للجميع. ليه اضطهده او احسسه انه مضطهد؟ ليه؟ عادي انا في دينهم عايد عليهم، حتى انا دلوقتي لما بقيت ملحد بشوف صحابي حتى اللي عارفين ان انا ملحد بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه مثلا العيد الكبير والعيد الصغير مثلا، كل سنه وانت طيب. ليه العنصريه؟ وليه اللي انا احسس واحد اللي هو انت لا مش زي، يبقى انت كده انت مش اهلاوي، لا لازم تبقى اهلاوي، انت زملكاوي ليه؟ الله، ما كل واحد حر طالما ما بيأثرش على حريتك، انت ايه اللي مزعلك؟ الرسام اللي رسم الكاريكاتير ده واتقتل يا عيني، انت عارف ايه اللي مزعلهم؟ مزعلهم عشان الراجل اللي فاتح له الستاره ده بشعر ابيض ودقن بيضاء، اللي هو دي صوره ربنا، هم مضايقين ان ربنا ظهر يعني. يقول لك لا ربنا ما يظهرش والانبياء ما يظهروش ومش عارف ايه، طب ما هو ده التصور للجنه اللي انت بتقول عليها. انتوا ايه اللي مزعلكم؟ انا مش فاهم، عشان جبنا صورة ربنا، ما ربنا بيقول فوق ايديهم وفوق ارجلهم وسمعهم بودنه، يعني بيوصف نفسه كأنه انسان. ليه؟ لان اللي كتب الكلام ده انسان اصلا، وناسخ من الاديان القديمه وناسخ من الاساطير الاولين، كل ده
بس هي دي الفكرة. صحيح صحيح. على كل على كل راح ارجع لك يا اخي اسلام. طيب احمد نحن خلينا بالقمع، بالقمع الفكري، مثل ما شفنا امس واحده صحفيه وصحفيه ولا غير صحفيه انا ما بعرف بالضبط، بس كاتبه ضد ضد صفحه البرنامج وضد النشاط حمله اجهر. انا ضحكت كثير بصراحه من تعليق انت كنت كاتبه، انا عجبتني لما ورمتي. هو لا يعني انسان او انسان عايز يقتلك او شايف ان انت قتلك ده واجب، يعني اقل حاجه تسبه يعني. يعني هو انت عايزه تنادي بقتلي او بـ 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 او تحرضي على قتلي وانا ما حتى ما اشتمكيش او ما اتريقش عليكي؟ يا سلام، ده انتوا فقتوا الساميه اليهوديه. ده يقول لك احنا الجنس السامي ما بيعملوش كده، ده انتوا فقتوا كل الحدود وكل التصورات. طلع كاتبه مقال، قال في اول المقال عشان تبين يعني ان هي ان الدين يعني دين تسامح ودين عقلاني وبتاع، من شاء فليأمن ومن شاء فليكفر. تقوم انت تبتدي بقى ايه تسمع البقين دول في الاول تقول اه يا سلام وتكمل قرايه، وتحت بقى حط بقى البقين بتوع التحريض بقى على القتل، وان في حديث صحيح رواه البخاري بيقول ان من بدنا ديله فاقتلوه، ده تحريض رسمي على القتل. وانا يعني لو لو لو, لو انا بايدي، لو انا مسؤول في الحكومه المصريه، انا اجيب الست دي واحكمها في المحكمه، انت دي ده تحريض على القتل ومفروض ما تسكتش عليه. الى متى الى متى هذه الثقافه المريضه؟ رايك انتوا هتفهموا امتى احمد؟ برايك اذا مثلا احد المصريين، خلينا نقول العلمانيين او الملحدين، او رفع عليها لهالانسانه هي، رفع عليها دعوه مثلا تحريض على القتل، هل الحكومه او المحكمه راح تستجيب للدعوه؟ لا طبعا مستحيل، لان هذا الحديث حديث صحيح في البخاري ويدرس في الازهر، وكما انت تعلم ونعلم جميعا الازهر يحكم مع الجيش في مصر، انت واخد بالك؟ يعني مش تاخد معهم حق ولا باطل. هذا الكلام هم يعتقدوا فيه، وهذا الكلام بالنسبه لهم كلام مقدس وصحيح وحقيقي، وهم يتمنوا قتل كل من هو لا ديني او مرتد او ملحد او يخالفهم الراي. هم يتمنوا هذا، واخد بالك؟ وعايزين كده، وهو ده هو ده معتقدهم، وهو ده اللي حاول يوضحه اسلام البحيري، ومسكين يعني اترمى في السجن لمجرد ان هو حاول يعني يجمل هذا الدين، واخد بالك؟ طبعا رافضين، هم عايزينه كده بوضعه دوت، بارهابه، بعنصريته، بكراهيته، هو كده. طبعا احنا رافضين ده، احنا مش انا مش عايز اؤمن بدين بي 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 عشان اؤمن بيه لازم اكره غيري واقتل المرتد واقتل الملحد. ما انا مش انا انسان، انسانيتي تمنعني من هذا، انا ما اقدرش اعمل كده. كل انسان حر، انا اؤمن بحريه البشر يعني يعتقد او لا يعتقد. وبعدين هذا الاله اللي انت يعني تبذل الكل الغالي والرخيص في نصرته، هو ما مش قادر ينصر نفسه يعني؟ كمان مان يعني هو مش قادر ان هو مثلا الناس اللي ما بتؤمنش بـ 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 بهذا الدين ان هو يبتليهم بمرض، يتنزل لهم صعقه من السماء تخلص عليهم، هو مستنيك انت اللي تدافع عنه وتجيب له حقوق؟ طب هو مش المفروض ان هو اله قادر يعني؟ انت ايه اللي حشرك في الموضوع؟ ما تخليك انت في طقوسك وعباداتك وتسيب الخلق للخالق زي ما انت بتعتقد يعني. انت مين اداك الحق ان انت تدافع عن الاله يعني؟ وفين البروف؟ وفين ال ورق رسمي من هذا الاله يثبت ان انت ليك الحق ان انت تدافع عنه؟ اثبت لي الكلام ده، اثبت لي ان الاله موجود ومفوضك ان انت تدافع عنه. طبعا انت ما عندكش حجه، وهذه الصحفيه لو عندها حجه قويه ما كانتش قالت الكلام ده، كانت طلعت معانا في البرنامج واتناقشت معانا وافحمتنا بقى بحجتها القويه، انما هي لا تمتلك حج، لا تمتلك الا هذه النصوص العدوانيه التي موجوده في كتب التراث، هي دي حجتها. واحنا طبعا الكلام ده مش لا هو كلام مقدس ولا هو كلام من عند اله، ده كلام ناس عاديه احنا ما احنا لا نعترف بيه. بس اسلام برايك شو اللي بيخلي شخص مثل هالسيده هي تكتب ضد الملحدين، ولا شخص مثل هذا اللي قاتل الصحفي الاردني؟ يعني هذا جاي من الحج جديد، وزلمه جاي مطهر من عند ربه،
فشال قتل انسان بسبب رسمه. شو الدافع الاساسي لهالناس هي تخلي يعني تتصرف هيك تصرفات، او يعني تنتقد الناس بشكل يعني بشكل اجرامي، ما هو انتقاد شفهي، ما هو انتقاد يعني يلا هي السيده لو يطلع بعيده تصلني كان قتلتني، انا متاكد من الشيء هذا يعني. فشو الدافع الرئيسي برايك انه يدفع الناس هي تتصرف بهالشكل؟ تفضل. تمام. طبعا الدافع الرئيسي الدين، ما فيش حاجه غير كده يعني. الدين فيه ايات كتير، لو هنتكلم عن الدين الاسلامي الدين في آيات كتير عنف، اللي هي بعد فتح مكة كانت الآيات كلها عنف، اقتلوا من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرم ما يحرم الله ورسوله والحاجات دي كلها، ومن بدل دينه فاقتلوه، وإذا وجدت الذين كفروا فاضرب الرقاب، حاجات كتيرة. الناس تقول لك لا ده كان زمن فات وعدى ودلوقتي الموضوع اتغير. لا، الموضوع ما اتغيرش. في حاجة في الإسلام غير الفروض الخمسة، غير اسمها فرض عين. فرض عين دي اللي هو زي التجنيد الاجباري كده، تخش الجيش. طب يا عم احنا نروح نهجم على المدينه اللي جنبينا، طب ونهجم عليها ليه يا عم؟ احنا لو هجمنا عليها هناخد مثلا تربه، هناخده بهايم، هناخدها النسوان، هناخدها نغتصبها او نبيعها في سوق العبيد، الاطفال هيبقوا عندنا زي خدامين وعبيد برضو. ما انت بتحفزه عشان يتحرك، ولو مت انت هتخش الجنه وهتليك حور عين تتجوزهم 70 واحده واكل وشرب، ما انت بتحمسه لازم يقتل. ما قتلش ليه؟ حتى لو قتلتك من داخل الجنه يا عم وهعيش حياه كويسه. في الايات القران اللي فيها الايات العنف دي ايه الحل فيها؟ انا مش عارف. هتشيلها من القران، هيبقى انت بتحرف القران. يبقى الحل بقى ان انت تعمل دوله علمانيه، وحتى لو عملت دوله علمانيه اي دوله عربيه ملهاش اي مشكله مع الملحدين. مشكله مش في الدوله برضو، مشكله في العقول الناس اللي عايشه حواليك، هيبص لك برضه ان انت كافر. انت يعني ازاي مش مؤمن بربنا؟ ازاي؟ لازم تؤمن بيه يا عم. انا مش مؤمن بيه. لا، لازم تحترمه. احترمه يا عم، انا شايفه واحد مجرم حرب وارهابي، والارهاب اللي بيحصل في العالم ده الله اكبر الله اكبر، راح مفجر نفسه ويقتل نفسه يصير ايه؟ مش في ايات بتقول له كده؟ اقتلوا الكافرين واقتلوا نيله وزفت وهتخش الجنه. طب انا ما اقتلكش ليه؟ انا هخش الجنه وهعيش حياتي وابقى بطل في وسط الناس، قتلت واحد كافر دم في مباح. فانا مش عارف، مفروض يعني الدول العربيه تبقى علمانيه كلها، مفروض يعني خلي يا عم الدين لله والوطن للجميع. ما تقوليش بقى عشان الاكثريه مسلمين والاقليه مسيحيين، ما سهل الاكثريه تبقى مسيحيين. لو هم عايزين يعملوا بره كده هيدفعوا فلوس ويخلي لك الدوله كلها مسيحيه، الدول العربيه كلها فقيره. ما تبصش للمنظور ده عشان ما تتقلبش عليك الايه، سواء سني او شيعي. طب انا لو في حته هم شيعه وانا سني تقتلني برضو بيا؟ يخرب بيوتك، روح منكم فين؟ دول اوروبا دلوقتي كلها دخل فيها العرب. طب يعني انا لو بفكر ان انا اروح دول اوروبا هروح فين؟ ما انا خلاص العرب دخلوها والمسلمين، شكرا على الدنيا السلام، خلاص هيبوظوا الدنيا يعني. هو للاسف الشديد بوظوه وانتهوا يعني المشكله. اسلام يعني الله، اوروبا اخذت قرون حتى الشعب يعني تحول من العقليه الايمانيه خلينا نقول متحجره الى عقليه قبول الاخر، يعني ما اجت يوم وليله. ونحن عندنا مشكله دين قاسي يعني، دين كثير صلب. برايك كيف يعني ممكن تتحول هالناس هي؟ يعني برأيك الوسائل التواصل الاجتماعي بتكفي، ولا نظام التعليم فيه غلط، ولا وحتى اذا كلنا بنعرف نظام التعليم اكيد فيه غلط يعني، بس كيف ممكن نغير نظام التعليم يعني؟ تفضل. تمام. طبعا ده فكر من زمان، الحاجات الدينيه دي. الدوله حتى لو قلبت علمانيه، اي دوله، ما بتكلمش عن مصر بس، اي دوله لو قلبت علمانيه وسكتت هيحصل برضه نفس الكلام. لازم الثقافه من الاطفال وهم صغيرين، اخوك ده مسيحي تسلم عليه وما تتكلمش معاه في الدين. الدوله تبقى علمانيه، ما تقدرش تزرع جواه بقى. ده في ابتدائي بيشرحوا لهم حروب الرده بتاعت الاسلام، يعني اطفال، طفل في المناهج المصريه، طفل بتشرح له حروب الرده. طب انت منتظر منه ايه؟ لو شاف واحد زميله مسيحي جنبه ولا حاجه هيقتله. انت بتشرح له وهو طفل، يعني منتظر منه لما يكبر ايه؟ هيقول لك بقى انا اروح انضم لداعش، ولا انضم بقى
اي جيش اسلامي واعمل الخلافه الاسلاميه، واللي يسرق اقطع ايده، واللي مش اللي يزني ارجمه، الحاجات دي كلها. فلازم الثقافه تتغير، واللي هيغير الثقافه دي احنا مش هنقدر نغيرها لوحدنا، صعب ان انت تاثر على العقول دي، انت لازم تستلم جيل جديد طالع، والحكومه هي اللي تعمل كده، تبقى الدوله علمانيه. ما ينفعش نبقى سايبها كده ارهابيين وقاعدين تشتكوا من الارهابيين ودول عربيه. طب ما هو الارهاب، ما انت عارف الارهاب جاي منين، انت عارفين، ما تضحكوش على نفسكم، والشيوخ اللي عندكم عارفين الارهاب جاي منين، والشيوخ اللي عندكم نفسهم هم اللي بيزرعوا الارهاب ده جوه الناس من صغرهم. الخلافه الاسلاميه والله اكبر، واسلاميه اسلاميه، ويعملوا مظاهرات ما انت يعني شوف ايام مثلا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر برضه في وقته، ما هو كان الاخوان المسلمين ايام انور السادات مين اللي قتله؟ ما هو الاخوان المسلمين والسلفيين. ايام مبارك لما حصل الثوره مين اللي ركب الثوره بعدين؟ ما هو الاخوان. سهل بقى اللي انت تشكلها، تزرع بقى جوه. لا ادي الحكومه دي كافره، احنا لازم نعمل دوله الخلافه الاسلاميه. انت عامل لهم يا عم الجوامع مشغلينها وخمس مرات في اليوم، الله اكبر. يا عم راعي الناس المسيحيين يا عم، انت تسمعوا ليه الاذان؟ انا مش عايز اسمعه يعني، انا واحد سبت، انا مش عايز اسمع الاذان يا عم، وتعلي لي صلاه الجمعه يفضل اللهم انتقم من الكافرين، اللهم حرق بيوتهم، اللهم رمل نسائهم، اللهم شرد اطفالهم، وفي الاخر يقول لك احنا دين سماحه ومحبه. سماحه ومحبه ده بأمارة ايه يعني؟ ما انت لسه بتدعي على الناس اهو، وتقول اللهم محرقهم والله ونمرهم، يعني ما فيش منطق خالص. ما انت بتزرع جوه الناس الارهاب، وبعدين تيجي تشتكي منه. ما انت هيطلع لك ماشي يا عم الناس دي مش ملتزمه، بس هيطلع لك مثلا من اللي بيصلي في الجامع لو 100 واحد هيطلع لك خمسه يبقوا عايزين يطبقوا الدين وعندهم غيره كده، يكلمك بغيره، لا دين اسلامي، الخلافه الاسلاميه هي الحل، انت تطبيق شرع الله، الحاجات دي كلها تطبيق شرع الله. وانت تعرف عن الدين ايه؟ انت تعرف ان انت لما تخش على قريه مثلا ما انت بتقتل الناس وتدبحهم وتغتصب نسائهم وتحمل منك عادي قدام الزنا والعبيد؟ يقول لك الاسلام منع العبوديه، منع عبوديه ايه اللي منعها؟ دي حقوق الانسان اللي منعتها. اي من بعد ساعه الخلافه الاسلاميه ما كانت العبوديه شغاله وبيع العبيد. والسيد ابني قال الكلام ده في المناظره بتاعته، المحاضره بتاعته، مفيش الكلام ده. اتفضل حضرتك. بكل تاكيد ما في دين تسامح ايه يعني؟ جبت الكلام منين يعني؟ بصراحه لا، لما تسمع شخص مسلم بيقول دين محبه ودين تسامح، انا بصيبني اشمئزاز يعني، انه على مين عم تنافق يعني؟ على مين عم تضحك؟ اي لا هم مش عارفين. تفضل. مش عارفين حاجه عن الدين، ما يعرفوش حاجه عن الدين. انا مثلا لما كنت مسلم ما كنتش اعرف كميه الايات القتل اللي موجوده في القران دي، ما تعرفهاش. وغير امراه مؤمنه وهبت نفسها لله، نبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون النساء، يفضلوا برضه يطلعوا لك يعني. أنت تجيب لهم كلمة، يا جدعان بصوا الكلمة دي، يجيب لك 15 صفحة شرح ما تطلعش بعقد نافع منها. يا جدعان لا، ده قصدهم فعلا واحدة تروح له ما تكونش متجوزاه ولا حاجة. الشيخ العريفي شرحها لواحدة اتصلت بيه في برنامج قبل كده، قال لها يجوز للنبي فقط، هذه رخصة له، أي واحدة تروح تحب نفسها ليه. طب وده بالزنا؟ هو مش مكفيه مثلا اللي هو الكام واحده اللي متجوزهم؟ انتوا ايه يا جدعان؟ وانتوا بتحللوا حاجات وبتحرموا حاجات وتقتل واحد؟ ده النبي لازم يكون عفيف يعني. يعني من صفات النبوه، انا برايي الشخصي اذا في شيء اسمه نبوه، في شيء اسمه اله ولا شيء من هالقبيل، هذا اقل شيء يكون عفيف يعني. النبي يكون عفيف، مو النبي يكون عنده طرش من القطيع من النساء بليلة واحدة ينط عليهم كلياتهم وطاير من وحدة لوحدة من غرفة لغرفة. شو عم بعمل يا ناكح وناكح؟ طيب يعني تصور بعقلك انت، هلا الشيخ القرطاوي عنده بيرك فيلتو في 10 غرف، وكل غرفة فيها امرأة، طالع من وحدة داخل على وحدة، طالع من وحدة داخل على وحدة. يعني تصور هالمشهد هذا، شو هذا؟ وين العفة يعني؟ أين العفة في إذا كان النبي القدوة الحسنة يعمل هيك يعني؟ فما بالك بالمقتدين به يعني. أحمد شو رأيك بمسألة العفة؟ احكي لي مسألة العفة وعلاقتها بالنبوة. تفضل.
والله انا رايي من رايك يعني. يعني هو اقر واعترف ان هو بشر، وما كنت الا بشرا رسولا، يعني هو بشر زي البشر. تمام. طيب تخيل انت كده يا جان، لو قمت يوم من النوم لقيت ان فعلا في اله، والاله ده طلب منك ان انت تبلغ الناس رسالة، او يعني تطلب من الناس ان هم يعبدوا هذا الاله، تمام، ودي رسالة مقدسة وبتاع، هل هيبقى عندك وقت ان انت تتزوج كل هذه النساء، وكل تفكيرك هيبقى في النكاح النساء، واكبر عدد كم من النساء، واي واحدة ما عندهاش مشكلة في انها تنام معايا تيجي تنام معايا، لان ده محلل لي من عند الاله؟ طب مش ممكن طبعا، مش ممكن، خصوصا وانت اقررت واعترفت انك بشر. فمن ازاي انت بشر؟ ما احنا بشر زيك، احنا ما نقدرش نعمل كده. يعني اللي بيتجوز مره ما خلاص، ما يعني ما ينفعش. يعني هل انت عقلك مشغول بتوصيل الرساله وتبليغ هذه الرساله المقدسه اللي من عند اله، ولا مشغول بكل هذه النساء وهذه الزيجات والنكاح؟ فطبعا كلام غير منطقي، وواضح جدا انه هي غرائز بشريه موجوده في كل الناس، في كل الرجال، مع استخدام الوحي في ان انا في هو ربنا عايز كده. انت هتمانع بقى اللي ربنا عاوزه؟ هو ربنا قال لي اعمل كده، قول لا، اعترض بقى على مشيئه الاله بقى. انت طبعا مستحيل بقى، ما دام انت مؤمن مش هتعترض، خلاص يبقى هو من حق انت تودي مراتك كمان بقى، ما هو قربان للاله، الاله عاوز كده. فهو ده اللي كان، وعلشان كده انا عامل جروب اسمه اديله واحد ايه، وده يوضح انا اخترت الاسم ده ليه. ادي له واحد ايه، كل ما احب ان انا انفذ حاجه او حاجه تكون في رغبتي اروح ظرف واحد ايه، ادي له واحد ايه، خلاص ما حدش يعترض بقى. نساء بقى، مش نساء، قتل، سبي، ذبح، بتاع، ما خلاص هو الاله اللي بيقول، مش انا ما بقولش حاجه من عند الاله، هو اللي بيقول. فطبعا لاي حد عاقل يعني يمتلك قصد ولو قليل من المنطق يعرف ان ده بش مان ميد او بشري، يعني الموضوع كله بشري. هو كان قائد عسكري قوي، اضاف الى جانب ايات القتل والكلام ده، يعني نص من هنا نص من هنا، عشان يعني خليك كويس مع جارك، مش عارف اللي، خلي بالك من اليتيم. ما هو مش معقول هيبقى الرساله من عند الاله كلها نصوص قتاليه وسبي وغنائم وكلام من ده، ما هو برضه لازم يبقى فيه نوع من، واخد بالك، عشان تكمل الصوره كلها انها تبقى من عند فعلا من عند اله. لكن طبعا واضح جدا ان هي كلها اهواء بشريه، يعني كلها بتنم عن اللي هو عاوزه، اللي هو نفسه فيه، اللي هو عايز يحققه، اللي هو عايز يوصل له، واخد بالك. انا مثلا لو انا النبي وفي جاري ده عنده عربيه لامبرجيني، اروح ظارف واحد ايه، ربنا بيقول اللامبرجيني ده لازم تديها لي، هتعترض بقى على مشيئه الاله؟ هي كانت ماشيه كده، واخد بالك. احنا كل اللي بنطلبه قبل ما تكرهونا وتنددوا وتطلبوا بقتلنا، فكروا في الدين بتاعكم، انتقدوا، انزع عنه القدسيه وفكر فيه، هل ده يخش عقلك؟ يعني مش ممكن، لا بد من احكام العقل. يعني ما ينفعش ان انت تبقى موقات كالقطيع كده، لازم تفكر وتنتقد وتشوف ايه اللي يخش عقلك، ايه المنطقي وايه الغير منطقي. بس وبرضه في النهايه بقول لك يعني انت حر، انا كراجل علماني اؤمن بحريه الفرد، انت حر، اعتنق زي ما انت تشاء، بس ما تاذنيش، ده اللي بطلبه منك. خليك في حالك، مارس عقيدتك انت، بس انزع زي ما قال الدكتور القمني، خد الايات المدنيه، خد الايات المكيه فعلها واشتغل بيها، الايات اللي هي لكم دينكم ولي دين والحاجات الحلوه دي فعلها واشتغل بيها، وارمي بقى الايات المدنيه دي على جنبه، وانت مسلم وحبيبي لما اشوفك ومفيش اي مشكله يا معلم. انما بقى كل شويه تقول لي حد الرده وقتلوهم حيث ثقفتموهم والكلام ده، الكلام ده انا مش هقبله، لان انا ليا حقوق كمواطن زي زيك. انت مش تفرض عليا اي حاجه، مش من حقك تفرض عليا اي حاجه، ولا من حقك تحاكمني ولا تحاسبني، انا حر. بس ده اللي انا عايز اقوله. بكل تأكيد، بكل تأكيد. طيب إسلام، أنا بدي أتم معك بنفس النقطة. يعني المشكلة إنه الإسلام واحد، يعني ما بتقدر تفصل، يعني مثل ما بقول يا أما تؤمن فيه كله يا أما تعيفه كله، يعني ما بتقدر تؤمن بآية وتعيف آية. فالمشكلة هون إنه
بس الاخ احمد طرح انه، والسيد القبني طبعا استاذنا طرح انه خذوا الايات المكيه وعيفوا المدنيه. كيف ممكن نوصل المسلم لهالمرحله هي انه يا اخي فعل الايات المكيه، وطيب الايات المدنيه اعتبرها شيء من التاريخ يعني، كانت اصلا هي تنزل حسب الواقعه، حسب الظرف التاريخي هذاك الوقت كانت تنزل. كيف ممكن نخلي المسلم يقتنع انه في يعني يفصل بين هالمرحلتين من يعني؟ انت ما ينفعش تاخد جزء منه وتسيب جزء، هو هي شروه واحده، تاخده بقى بايات القتل اللي فيه، بايات السماحه اللي فيه والمحبه، ما ينفعش تقول جزء وجزء، لانك انت لو غيرته وحذفت منه هيقول لك انت حذفت من الدين ومش عارف ايه. فانت هيبقى قدامك حل من اثنين، يا اما تبقى تقلب دوله علمانيه، الدين على جنب، بيروحوا بس في بدايه راس السنه وفي المناسبات وكده، ما بيتكلموش فيه، ما بياخدوش راي اهل الدين، الكهنه ما بياخدوش رايهم في اي حاجه، بياخدوا راي العلم بس، او بقى اللي انت تعرف الناس ان الدين ده اصلا اشتغاله، الاديان كلها اشتغاله. في ثلاث حاجات تثبت ان الاديان دي اشتغاله، وهم مش عايزين يصدقوا برضه، هم عارفين، بس هي الخوف بقى من الهاله المقدسه. لا انا ما اقدرش افكر في حاجه زي دي، أنا ربنا يسقطني قرد، انا مش عارف ايه الكلام ده كله. ثلاث حاجات جامدين قوي. اول حاجه نظريه داروين اللي بيتريقوا عليها، يقول لك انت كنت اصلك قرد، انت كان اصلك سمكه. طيب نظريه داروين دي نظريه علميه ناس كتيره مؤمنين بيها وناس كتير رافضينها، ليها متاحف كتيره في كل دول العالم، ناس كتيره بتتكلم عنها، بتدرس في المتاحف وبتدرس في الجامعات وبتدرس في المدارس. انت نظريه خلق الانسان من طين دي ليها نظريه واحده ملهاش، ايه بقى اللي هو الانسان بقى جينا عن طريق الزنا، ليها نظريه واحده ملهاش. يبقى مين يبقى تصدق اني تصدق داروين نظريه التطور اللي احنا نسل مشترك ما بين كائنات معينه، ولا صدق ان الانسان صلصال من الفخار وخد من ضلعه عمل حواء؟ دي تهدم الكلام ده، يهدم الثلاث اديان، يهدمهم. اللي مش عايز يصدق ياخد، هو حر بقى يجي يقتلني ويخش الجنه، في 70 حريه مستنيين. تاني حاجه يقول لك الانبياء قاعدين في مصر، الانبياء مش عارف مين كان في مصر، مين كان في مصر. طيب لم تذكر الحضاره الفرعونيه وجود اي نبي فيها، اسال اي حد بتاع بيدرس تاريخ فرعوني، قول له في نبي من الانبياء اتذكر في الحضاره الفرعونيه؟ مفيش، تمام، بما فيهم يوسف اللي حكم مصر، اتذكر السبع سنين جفاف، ما اتذكرش سبع رخاء بعديهم، ولا اتذكر يوسف، ولا اتذكر اي حاجه، ولا انبياء تانية اتذكر، ولا ابراهيم، ولا موسى، ولا اي حاجه. يبقى دي حاجه تانية بتهدم الثلاث اديان، اليهوديه والمسيحيه والاسلام، اشتغاله. تالت حاجه بقى حاجه لذيذه قوي، بيكلموني يفضلوا يشتموا والتريقه والتهديدات اللي بتيجي، بقول لهم حاجه واحده، اقول لهم ثواني بس عشان اروح اصور في شهاب مخترق السماء بيجري ورا جن عشان يلسعه. يعني في كلام، في دليل علمي ان في جن، الشهاب بيخترق السماء عشان يضرب الجن؟ طب ايه، طب ما الجن ما يختفيش، مش بيختفي طيب ولا ايه؟ ولازم يبقى حاجه ماديه عشان الشهاب يخش فيه؟ كلام مش منطقي. في دليل علمي على الجن، على الملائكة؟ مفيش. مسائل اللبس اللي بتحصل دي، اللي يقول لك عفريت راكبه ومش عفريت راكبه، الحاجات دي امراض نفسيه، دي مش عفريت راكبه ولا الكلام ده. فانا مش عارف هم بيجادلوا في ايه، هم عايزين يقنعوك بالعافيه بحاجه وهميه. طيب يا سيدي انت مسلم بتقول انت امتداد المسيحيه واليهوديه، المسيحيه واليهوديه غير معترفين بيك اصلا، انت سواء كنت سني او شيعي غير معترفين بيك اصلا، يعني انت ملحدين ببعض. يبقى انا بتيجي تتكلم معايا ليه يا عم؟ انا حر، وانا اخترت الدين. لما تقول لي طب ما نبدل دين وفكروه يا عم، لما اختاره بارادتي بقول لي الكلمه دي، انا طلعت لقيت نفسي كده مسلم سني، كنت ممكن اطلع مسلم شيعي، كنت ممكن اطلع مسيحي، كنت ممكن اطلع يهودي، كنت ممكن اطلع بوذي. هي الاديان بالوراثه وعلى حسب مكانك الجغرافي انت فين. فانت ما تحاسبنيش على حاجه انا ماليش يد فيها، خبطت واحد بالعربيه موته، حاسبني عليها انا، السبب ماشي يا عم، لكن ما تقوليش انت سبت دين ليه وانا اخترته؟ ايه ده يا عم، ده هو اجباري، انا مش عايزه يا عم، انا حر، انا مش مقتنع بيه زي ما باقي الاديان مش مقتنعه بيه، زي البوذي واليهودي والمزيد مش مقتنعين بيه. عايز نقتنع بيه ليه؟ عشان بالوراثه؟ لا اسف، ما من حقي ان انا ما اقتنعش بيه، ومن حقك ان انت ما تجادلنيش فيه، ومن حقي اعرف الناس خلوا بالكم
من الحق اقول خلوا بالكم الدين ده عايز يخليك تعمل فرض عين اللي هو التجنيد الاجباري في الخلافه الاسلاميه، اللي هو نعمل فتوحات اسلاميه ونرجع العهد الجميل ونهجم على الكفار ونموتهم ونسبي نسائهم ونغتصبهم وناخد اطفالهم وناخد حاجاتهم. ايه ده يا عم، ده فين السماحه بقى وفين يا فيش الكلام ده. ايه كميه الكره للاديان الثانيه دي، وايه كميه العنف؟ الاديان الثانيه اليهوديه ماشيه تبع الدين، بيحاولوا يعملوا حلم الخلافه الدوله العظمى اللي هي من نهر الفرات للنهر النيل. ماشي، المسيحيه ركنت على جنب، ريحت دول اوروبا، قالت لك نركن الدين ونخلينا ايه دوله علمانيه. الا بقى الدول الاسلام، الجوامع اللي فاتحه دي والحاجات دي، ما انت بتطلع ارهابيين، ما تجيش تقول الارهاب لا دين له، ما تجيش تشتكي من الارهاب، ما تجيش تقول عندي تفجرات، ما تقولش عندي الارهابيين بيطلعوا يموتوا الناس. ما انت اللي عامل كده، انت اللي جاب ده لنفسك، انت اللي جاب الاذيه لنفسك. زي اوروبا فتحت للمسلمين الشرطه، جابوا الاذيه لنفسهم من ساعه ما دخلوا، تفجيرات شغاله وضرب نار وكل حاجه، بتجيب الاذيه لنفسك. انت عارف الدين ده بيقول لك ايه، هدفه ايه في الحياه، وهدفه ايه؟ يعني انت تصلي وتروح تعمل عمره وشكرا على كده؟ لا، هدفه اللي انت تقتل الكفار، تفتح خلافه كبيره، تعمل الحاجات دي كلها. ما تجيش تشتكي بقى من الارهابيين بس. انا عايز اخد راي الكابتن اسلام في حاجه، والناس بتسمعنا برضو اكيد، انا عارف الناس اللي بتسمعني ناس عقلانيين يعني هيقدروا يفهموا انا اقصد ايه وعايز اقول ايه. في ايه في القران، يعني بما اننا احنا يعني اتعلمنا بحر يعني، في ايه في القران بتقول والفلك تجري في البحر بامره. خليني بس اقول لك يعني معنى الايه، ان الاله هو اللي بيمشي الفلك او البواخر في البحر بامره، يعني هو يوديها مطرح ما هو عاوز. طب ايه رايك بقى ريح بموديها زي يعني، انت مثلا تبقى طالع مثلا من اسكندريه رايح مثلا اليونان، يوديك هو ايطاليا، هو عايز كده. لا طب ايه رايك ان احنا خالفنا ما هو انت ما احنا بقى خالفنا اراده هذا الاله. ليه؟ لان احنا في غواصات كمان. لا احنا دلوقتي بقت باور دريفن فيزل، وكمان بنعمل كورس ميد جود بنمشي عليه، وبنحسب ال الكرنت، وعشان نوصل للكورس ميد جود، عشان نوصل للنقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. مش ده بيحصل يا كابتن؟ طب الاله ليه ما خالفش الكورس ميد جود اللي احنا بنعمله على التشارت يعني، انت واخد بالك؟ طب عملنا الدبل بوت بقى، مش هيعرف يعمل معانا حاجه، الدبل بوت موجود. يعني اين اراده الاله من مخالفه الكورس ميد جود اللي بيعملها البحار؟ ما يقدرش. يبقى ازاي هو بيامر الفلك انها تيجي بامره؟ طب ما هو مش بامره بقى، طب امرنا احنا، انا اللي بقعد وانا اللي بحدد انا عايز اروح فين. وهو في كثير امثله بصراحه، يعني امثله لا تعد ولا تحصى اصلا، ما في ولا دليل انه ممكن يثبت انه الاله او الفكر الغيبي هذا فيه جزئيه لو ولا بسيطه من الصحه يعني. يعني وكل اذا فكرنا بمنطق، كل شيء ضد الفكره الالهيه والفكره الغيبيه. يعني احمد بدي اسالك، يعني نحن مثل ما قلت لاخ اسلام، انه كيف ممكن نفصل بين نخلي الانسان المسلم يقتنع انه يا اخي هل الايات المدنيه، هل الايات الارهابيه، القتل والسبي وهالاشياء هي كان له وقتها وخلونا ننساها نحطها على طرف، ما عم نقول لك كبه لانه ما جزء من قرانك، ولكن يعني خليها ان اكتف، يعني لا تخليها مفعله. بكل تاكيد نحن ما راح نقدر نوصل للمرحله هي، بس يعني ومثل ما توصل اخونا اسلام انه ما في غير انه نشيل هالهاله القدسيه عن النص حتى نقدر نسحب المسلم من هالمزبلة الإسلامية. يعني ما في غير هيك، يعني مستحيل أنه تفصل مرحلة مكة عن مرحلة المدينة يعني بعقل المسلم. فما لنا غير أنه ننظف عقل المسلم من هالخزعبلات وهالترهات وهالقرآن الكريه هذا. برأيك كيف ممكن نشيل هالهالة القدسية عن القرآن وعن محمد وعن الإسلام عموما؟ تفضل. انك تشيل الهالة القدسية هي مش بالبساطة ديت. وليه بقى؟ لان هم
صعب جدا ان انت تعلمن شعوب عندها مشاكل اقتصادية وشعوب فقرانة يعني وعندها مشاكل كبيرة يعني. ليه؟ لان هو عنده امل ان الاله يحلله المشكلة، هو دايما عايش بهذا الامل، فانت عايز تقتله الامل ده كمان، تقول له طب بص ما ده ما فيش اله ومش هيساعدك ومش موجود اصلا، وهتفضل انت هتعيش وهتموت كده والى فناء في مشاكلك دي. فدي اول صعوبة. طب الحل ايه؟ الحل العلم، وزي ما قال كابتن اسلام الاطفال من هم صغار من هم صغيرين يتربوا على ثقافه تقبل الغير وتقبل الاختلاف، ما تحرمش نظريه التطور بتاعه داروين في انها تدرس في المدارس، لا تعلمها وتخلي الناس تعرف ايه هي الحقيقه. هو لوحده العقل البشري ذكي، العقل البشري لما تعلمه يعني هيعرف يعني. هل احنا عرفنا ازاي؟ عرفنا لما حاولنا، لما دينا وقت ان احنا نفهم النظريات العلميه بتختلف عن الدين، والدين بتيجي كده. مفيش تعليم مش هتغير الثقافه، تفضل الثقافه دي زي ما هي، كله جهل. ولما تيجي تتناقش معاهم، انا بطلت اتناقش معاهم لان هم بيفعلوا لي مرات يعني، هم يفتقروا الى المنطق تماما، كل حجاجهم نصوص يعني. انت لما اجي اقول لك مثلا الشيء ده غير منطقي، تقول لي لا ده في حديث بيقول كذا كذا كذا. طب انا مالي؟ طب ده مش اثبات، او في ايه قرانيه بتقول لي كذا كذا، برضه مش اثبات. انا ممكن اقول لك في ايه قرانيه برضه من عندي بتاعت ملحدين بتقول كذا كذا كذا، ايه الاثبات على كده؟ الاثبات لازم يكون اثبات علم. فهم الموضوع المنهج العلمي دوت بعيد عنه تماما بسبب الوعود الالهيه بالفرج وبالجنه وبالحريات، واللي اتحرمت منه في الدنيا هتلاقيه في الاخره عشان انت انسان كويس، عشان بتعبد ربنا، عشان بتطيعه. فطبعا صعب جدا ان انت تيجي بين يوم وليله تقول لهم بقول لكم ايه، مفيش حاجه زي كده. لا مش وعشان كده الحكومه، انت فاكر الحكومات غبيه او ما تعرفش الحقيقه؟ عارفين الحقيقه كلهم طبعا، بس هما مش عايزين ثوره، مش عايزين الناس تصور، مش عايزين الناس تعصاهم، فخلاص هو كده وخلاص. انما هم عارفين الناس دي فيري انتليجنت يعني الناس دي مش ستوبد يعني، الناس دي فيري فيري انتليجنت وعارفين ايه الحقيقه، وناس دارسه بره وناس عامله دكتورات بره، ناس ماسكين البلد دول مش اغلبهم ملحدين وعارفين ايه هي الحقيقه، بس لا يقدروا يجهروا ولا يقدروا يطلع الاعلام يقول الموضوع ده مش حقيقي، ما ينفعش. طيب الحل ايه؟ لا بديل عن التعليم، لازم نعمل ميزانيه للتعليم. مش عيب ان احنا نستعين بخبره من الخارج يحطوا مناهج علميه تطلع نشء واجيال جديده فاهمه وعارفه وواعيه زي اوروبا وزي امريكا، واخد بالك؟ غير كده ما افتكرش ان في حل. التعليم 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 التعليم. طيب كيف يعني ممكن نغير مناهج التعليم؟ هلا على كل يعني هلا في تعليم يعني بكل الدول الاسلاميه، في تعليم يعني في مدارس بمصر، في مدارس بسوريا، في مدارس بالعراق، في مدارس بالجزائر، بتونس، بالمغرب، بكل هالدول فيها مدارس. ولكن المشكلة في المادة التي تدرس، يعني شو هي المادة برأيك؟ ما هو ده اللي أقصده، ما هو كيف ممكن نغير المادة هي؟ يعني يا أخي جوامع شغالة على عيني وراسي، ماشي تشتغل الجوامع، ولكن المدرسة يعني شو اللي بيمنع مثلا وزير التعليم او الوزارة انه تشيل المناهج الدينية هي نهائيا من المنهج يعني، او تشيل بعض او تعيف المنهاج المكي على الاقل فقط يعني؟ طبعا المفروض، ما هي دي بقى جمال العلمانية بقى، ان ما فيش حاجة اسمها دين يدرس في المدارس. انت اخبار حضرتك يعني هنا مثلا في امريكا اللي عايز يدخل عياله مدرسة كاثوليكية او مدرسة اسلامية بيدفع من جيبه، انما تبقاش مجانية تعليم والاطفال بيتعلموا ببلاش يعني، وتقول لي يدرس دين ويدرس مسيحيه ويدرس، لا بد من حذف. لان انت كمان في الدين ايه؟ ما انت هتدرس ايه في الدين؟ ما انت هتجيبه من بره، ما هو العنف والارهاب موجود، ما انت مضطر تقول له اللي موجود فيه، ما انت هتقول له ايه يعني؟ هتقول له لا هو عمل دي وما عملش دي، لا هو فعلا بني كرايزه دي، مجزره كرايزه دي حصلت ودبح اكتر من 800 بني ادم في ليله وحصل، ويقولوا لهم الكلام ده. يطلع الطفل من دول شايل في جواه كره لليهود غير عادي، لمجرد ان اللي هو اتعلم وهو صغير ان دول اعدائنا ودول لازم ودبحناهم ولازم نقاتلهم.
واخد بالك؟ هتتطرق بقى طبعا، اللي يسمعني انا بقول كده هتتطرق لمشكله ايه، فلسطين واسرائيل. لا دي مشكله تانية بقى خالص، بعيد عن الدين، واخد بالك؟ دي مشكله ارض، واخد بالك؟ ناس ليها حق، بنقعد مجتمع الدولي على الترابيزه وبنتكلم وبنشوف اللي ليه حق ياخده، بعيدا تماما عن موضوع هو يهودي وانا ممكن تسميه اسرائيلي، اقبل منك التسميه دي، انما ما تقحمليش الدين في كل نصيبه كده. انت واخد بالك؟ مش علشان هو يهودي واخد ارض، لا عشان هو اسرائيلي مثلا، هو انت ليك ارض عنده مثلا وعايز تاخدها، وفي طرق ان انت تاخدها بطرق عقلانيه متحضره، وفي يونايتد نيشنز وكده، وتثبت ان دي ارضي وبتاع وتاخد حقك. انما ايه الكراهيه الرهيبه دي لكل مختلف؟ لازم 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 الموضوع الدين الدرس في المدارس ده لازم يتشال تماما، واخد بالك؟ خانت الدين في البطاقه، ده بطاقته مكتوب فيها مسلم، ده بطاقته مكتوب فيها مسيحي، ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا مواطن بس فقط لا غير. موضوع الدين ده موضوع شخصي، اامن ما امنش، مسلم مش مسلم، دي حاجه شخصيه، واخد بالك؟ اروح الجيم ما اروحش الجيم، ما حاجه شخصيه، فاهمني قصدي ايه؟ يعني ما انت حاشر لي الدين ده في كل حاجه، وهو ده اللي عامل مشاكل، واخد بالك؟ وبعدين انتوا كنتوا قاب قوسين او ادنى من حرب اهليه، طب ما هو ايه سبب الحرب الاهليه اللي كنتوا انتوا خلاص اوشكتوا عليها؟ الدين، ده سني ده شيعي ده مسيحي ده ليه حقوق مش واخدها ده لا، ليه ما نبقاش مصريين وخلاص، او سوريين وخلاص، او ليبيين وخلاص، وتنتهي القصه على كده، انت واخد بالك؟ طبعا الموضوع مش هيبقى بين يوم وليله، لو يعني حصل وابتدوا ان هم يطبقوا العلمانيه، فطبعا هتبقى تاخد اجيال طبعا، عشان لما تلاقي جيل طالع زي الامريكان ولا زي السويسريين ولا المجتمعات المتحضره، الناس المتحضره دي، عشان تلاقي ناس زي ديت في بلادنا، الموضوع ده هياخد جيل واثنين وثلاثه كمان، على بال ما يطلع حد يقدر ان هو تفكيره يبقى كده، يعني مش عنصري مش عدواني مش، واخد بالك؟ مش بين يوم وليله طبعا. فطبعا احنا املنا يعني املنا كبير طبعا في انه يحصل، بس ما انا ما اقدرش اقول ان ده في المستقبل القريب، او دي حاجه احنا هنشوفها مثلا قبل ما نموت مثلا او كده، لا احنا بنحاول، واخد بالك؟ وان احنا نوضح الحقيقه للناس اللي عايزه تعرف الحقيقه، واللي عايز يفهم يفهم، مش عايز يفهم خلاص مش اكتر من كده. سوف تفهم صدقني سوف تفهم، مثل ما صار مع الاخ اسلام، يعني دخل جروبات الحاديه خلال كم شهر، 4 شهور، صار ملحد يعني، وانا متاكد كثير من اي حد بيحكم عقله لازم يلحد. بالضبط يعني، وانا متاكد كثير من الاصدقاء هلا اللي عم يسمعونا يعني في مرحله شك، لانه سمعونا، وانا متاكد كثير منهم سوف يلحد، وكلهم سوف يلحدون اجلا ام عاجلا، وهي مساله وقت يعني، ولكن حسب الشخص بتروح معه، في ناس خلال شهور، في ناس خلال سنين يعني، ولكن بالنهايه هل الفكر هذا غلط؟ والغلط الإنسان عاقل، الإنسان بالنهاية الإنسان يحكم عقله، الإنسان يرى الصح من الغلط، يعني مهما طال الزمن أمام الغلط رح يبين الغلط، خصوصا الإنسان اللي يبحث عن الحقيقة سوف يجدها يعني حتى طال الزمن معه. طيب أصدقائي، أنا فتحت السكايب وبتمنى مشاركاتكم وتعليقاتكم، يا ريت تكتبوا لنا تعليقاتكم على السكايب، لأنه تعليقات بصراحة الموجودة على اليوتيوب، اليوتيوب غير شكل التعليقات، يعني صار بيخربط الواحد، ويعني عم نحاول نتأقلم معه مع الشكل الجديد يعني. في سؤال أظن من عبد الجلدة عبد الصنبور هذا من بتاع ديانتنا الجديدة طبعا، وأحد الصحابة أظن، بيقول كيف ممكن نعتمد على الأمم المتحدة لاستعادة فلسطين وهي تتآمر على فلسطين؟ رجاء لا تخططوا لا تخلطوا الإلحاد بالسياسة. إسلام خليني أبدأ معك بهالسؤال، تفضل. ما بلاش أنا موضوع السياسة ده. لا هو عم بيقول يعني لا تخلطوا الإسلام بالسياسة، يعني لا الإلحاد بالسياسة، سوري، لا تخلطوا الإلحاد بالسياسة. لا الدين والسياسة وجهان العملة واحدة، ما ينفعش تفرقهم أبدا. لا هو عم بيقول لا تخلطوا الإلحاد بالسياسة، مو الدين بالسياسة. هل نحن نخلط الإلحاد بالسياسة؟ لا. هل الإلحاد له خلطة مع السياسة يعني؟ لا احنا بنتكلم عادي،
ما بنخلطش وما بندخلش الدين تبع السياسه، لان الالحاد بالسياسه، لان احنا بنتكلم في المعتقدات الدينيه دي اللي بتاثر علينا، بتاثر على مستقبل الشعوب. هتطلعك علماني مسالم، ولا هتطلعك مثلا بتطبق الشريعه الاسلاميه عايز تعمل حلم الخلافه؟ لازم ننبه الناس كلها. أكيد أكيد. أحمد، ايوه شو رأيك بالقول هذا، إنه عم بيقول هل ايوه الأمم المتحدة راح تجيب لكم فلسطين ولا؟ يعني أرجوكم لا تخلطوا الإلحاد بالسياسة. أنا ما فهمت كيف إنسان يخلط الإلحاد بالسياسة. تفضل. احنا ما بنخلطش للحد السياسي ولا حاجه. هو بس مش ما فهمش انا اقصد ايه. يعني دلوقتي الدين الاسلامي بيكن عداوه شديده لليهود، وانا شايف ان الحقوق، يعني لو حد ليه حق ما بياخدوش بالعنف، يعني على طريقه الاسلام زمان والفتوحات وقبل الفتوحات كمان، على طريقه فتح مكه لو صح التعبير. يعني لا، انا شايف، انا كانسان مسالم، كانسان علماني مسالم، ما بحبش سفك الدماء وماليش في الكلام ده، انا ضد الكلام ده خالص، وبقدر حياة الانسان. انا شايف ان اللي ليه حق ياخده بطرق سلميه، ده اللي انا عايز اقوله، سواء بقى امم متحده، سواء منظمه اخرى تقدر تجيب لك حقوقك. انما عمر ما كان الحق ان انا اروح افجر نفسي في ناس مسالمه عايشه هناك، ما عملتلكش اي اذى. هي هم عملوا وطن وبعتوا يجيبوا استوطنوا الناس، والناس دي قعدت اب وام واسره واولاد رايحين في السوبر ماركت كده، واحد ارهابي بيفجر نفسه وموتهم. انا شايف ان الناس دي مش المفروض انها، يعني ما لهاش ذنب انها تموت، واخد بالك؟ هو عنده قضيه ان هو عايز ارضه، طب مش ده الطريقه اللي انت تحصل بيها على ارضك؟ في طرق سلميه. يعني انا مثلا لو عندي مشكله مع جاري مثلا، اروح اضربه مثلا عشان اخد منه مثلا حاجه هو واخدها مني، ولا اكلمه بالراحه اقول له والله دي الحاجه دي بتاعتي انا، والدليل انها بتاعتي واحد اتنين تلاته، ده انا اللي بملكها، ولو سمحت رجعها لي تاني، ولو ما عرفتش اوصل مع الحاجه ادخل ناس جيران تانيين برضو واثبت ان الحاجه دي بتاعتي انا وانا عايزها باك. ده اللي انا عايز اقوله. ايه الغلط في اللي انا بقوله؟ انت ما بتاكلك ليه؟ ليه بتاكلك كده وشايط؟ واخد بالك؟ انا ضد الارهاب وضد العنف وضد القرف ده. وبعدين ما انت بتضرب بتروح تفجر نفسك عندهم، بيروح ظرفك صاروخ وبرضه مموت لك ناس ابرياء في غزه ولا في الحته اللي انت فيها. طب ما ايه يعني، ايه وصلنا لحاجه ولا يزال الوضع على ما هو عليه؟ ناس بتموت من هنا ابرياء مدنيين مسلمين، وناس بتموت من هنا ابرياء مسلمين مدنيين، ما لهمش علاقه باي حاجه ولا فاهمين اي حاجه في اي حاجه، غير ان هم عايزين يعيشوا ياكلوا ويشربوا ويربوا عيالهم ويعيشوا، مش عايزين اكتر من كده، سواء يهود او مسلمين. فانا ضد ده، انا بقول ان لو في مشكله تتحل بالطرق السلميه. انت بقى بتاكلك ليه بقى يا كاتب التعليق؟ فهمني بقى، اكتب تعليق تاني بقى رد على كلامي. لا، هو المشكلة، يعني المشكلة ما هي مع الإلحاد، الإلحاد اليوم ما له علاقة لا بالسياسة، ما له علاقة بأي شيء. المشكلة هو الدين. يعني المشكلة الأساسية في الشرق الأوسط في قضية فلسطين إنه هي مسألة دينية، يعني نكون واضحين، مسألة دينية بحتة. فلما نحن نحكي فيها، نحن لو نشيل الدين على طرف، صدقوني المسألة الفلسطينية بتنحل بسهولة، وممكن التعايش، كلياتنا بشر وكلياتنا مثل ما بقولوا، يعني ممكن نفكر، عنا عقول وبدنا مصالحنا تمشي، فتبادل المصالح، تبادل الأفكار والتعامل مع بعض. يعني أنا إذا كان جاري مثلا إسرائيلي، ولا كان جاري ياباني، ولا كان جاري أمريكي، هو إنسان وأنا إنسان، ممكن نتعامل مع بعض يعني بكل سهولة. طيب، عمر اللي بتقول عليه ده يا جون ما هيحصل في ظل اعتناق هذا الدين العنيف. صحيح، مش ممكن. صحيح، هذا عمره ما هيحصل أكيد، يعني للأسف الشديد. يبقى الإلحاد له علاقة ولا ملوش علاقة؟ له علاقة، هو الإلحاد ينفي هالأشياء هي. يعني طيب، بالظبط كده. في عندي تعليق من الأخ بروميس، عم بيقول هابي بروميس هابي، يبقى العرب وخاصة المسلمين يبقون في درك من الجهل لأنه متأصل بأفكاره من الصغر، ونحن مجتمع يبقى يفتخر بجهله وهو دائما متمسك برأيه وهو الأول والأخير، لأن المتمسك بالقرآن ما كان ما مكمل، يمكن بده يكمل في في أخ بشير أظن عم بيقول سلام جان، أنا حابب أطلع أحكي معكم، لكن المشكلة إني حتى الآن
استخدم مصطلحات اسلاميه مثل الحمد لله وباذن الله وان شاء الله ولا سمح الله، كوني منحدر من خلفيه اسلاميه سنيه، الامر الذي يجعلني اشعر بالخجل. ارجو منكم نصيحه حول هذا الموضوع. اسلام تفضل، شو بتنصحهم؟ كلنا بنعدي بالمرحله دي طبعا في الاول، هي مساله تعود. اللي انا بسلم على حد ازيك عامل ايه الحمد لله، هاجي اعمل حاجه زي ما كنت بقول الاول ان شاء الله، بس هي مع الوقت انت طالما مقتنع بالشيء ده مفيش واحد يقول انا ملحد غير لو مقتنع بيها 100%، حتى لو في مرحله الشك ما بيقولش كده. وقت ما بيقول انا ملحد وبيخش يتكلم ويناقش ناس ويتكلم معاهم، خلاص انت بقيت ملحد. الموضوع عشان تتخلص منه حاول تبعده عن لسانك، يعني اهم حد يفضل يتكلم معايا صلي على النبي مش عارف ايه، ما بردش عليه، ببص الناحيه الثانيه اعمل نفسي بجيب حاجه بقى، يعني بتهرب منه. مش هتصلي؟ حاضر هصلي بكره، حاضر هصوم بكره. اصل انت مش هينفع تواجه الناس، مش مشكله في الحكومه، المشكله في العقليات اللي حواليك. واحد مش هيتقبلك، ممكن يبقى من ضمن مليون واحد يطلع واحد يهب نفسه اللي هو يموتك عشان يخش الجنه. فانت مش في حاجه لو ما تجهرش، طالما مش واثق من العواقب اللي هيحصل. انت عايش فين ومين الناس اللي حواليك ومين الناس اللي عارفينك؟ يعني الموضوع مش سهل برضه، الموضوع خطر، وانت برضه في حاله شوك صدمه، اللي انا كنت في حاجه وبقيت حاجه، فالموضوع ده هيأثر عليك فتره وبعد كده هتتعود. وبس انت ما تجاريهمش، يعني زي السلام عليكم وعليكم السلام وعامل ايه الحمد لله، ما تجاريهمش عشان تبعد تنسى الكلام ده، هياخد وقت معاك قبل ما تشيله من دماغك وما يبقاش على لسانك، مسألة وقت. طيب شكرا كثير اسلام، رأيك يا اخي احمد؟ بس الحقيقه كلنا مرينا بده، زي ما قال كابتن اسلام، ده شيء مش غريب او شيء انت هتاخد الموضوع ياخدك وقت فعلا لما تتعود، بس انت عشان تتعود لازم تحاول، يعني كل ما تلاقي نفسك هتطلع منك ان شاء الله مثلا بتاع لا ما بامنش بالكلام ده فما اقولهاش، واخد بالك؟ انما ده شيء طبيعي. احنا انا الى الان يعني بقالنا سنين ملحدين، الى الان ساعتها مني كلمه كده لا والله ما عملت حاجه، انت فاهم؟ غصب عني، لان انا تربيت طول عمري ان انا اقول الكلام ده. مش ده معناه ان ده بيقلل من الحادي، او ان انا مش ملحد، او ان انا بؤمن بهذه العقيده، لا 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 لا، هو ده غصب عنك، ده شيء طبيعي كلنا كده. الموضوع ده ما يضايقكش، كل اللي تقدر تعمله بس ان انت يورك اونت، يعني انت تحاول تدرب نفسك ان انت ما تستخدمش الكلام ده. بس هو بصراحه انا رايي يعني انه ما في اي مشكله، يعني هو السائل انه انا بحابب اطلع معكم بس عندي المصطلحات هي خجلان منها، صدقني ما فيها خجل، يعني كلنا مستعمل. انا ولدت ملحدا ولم اؤمن في حياتي، مع ذلك بحكم التربيه والبيئه والاصدقاء والمجتمع، يعني لما لحد الساعه هاي لما اكل اقول بسم الله ولا اشبع اقول الحمد لله، ومرات كثير اقول استغفر الله العظيم، يعني يكون مساله صعبه علي اقول استغفر الله العظيم، يعني شغله كثير عاديه انا بالنسبه لي وما بتهمني، يعني هي مصطلحات تعبيريه اعبر فيها عن حاله معينه في نفسي، ما عندي اي مشكله معها. الهدف الاساسي، الفكره الاساسيه انه نحن متحررين من جوا. الظاهر لو لا شيء، صدقوني لا شيء، يعني حتى اليوم مثلا ريتشارد داكوينز ولا دانيت الفيلسوف الامريكي قاعدين براس السنه، ومساله يعني هي ولاده المسيح وعم بيشربوا وعم بيحكوا، يعني ما هي مساله الطقوس او الشكليات، المساله بالاساسيات، شو انت بتفكر، كيف تفكر، طريقه التفكير هي الاساس. يعني هل ما هالمصطلحات عاديه، يعني كلنا وعادي وخليه تروح معنا للعمر كله، يعني شو، يعني ما مثل اي كلمه اخرى بنحكيها بنعبر فيها عن حاله معينه، انا هذا رايي. طيب في عندي شخص عم بيقول، شو اسمه، عبد الجلدي عبد الصنبور عم بيقول، لا الاخ كارل، اسف الاخ كارل عم بيقول مرحبا
جان أيها الأصلع الوسيم، أنا من المتابعين لبرنامجك الهادف، وتحية عطرة لضيفك أحمد دنانة وإسلام. شكراً كثير، شكراً كثير أخي كارل. طيب عندي في جاني، أظن الأخ كمل، الأخ بروميس كمل. كلمة إسلام وهي نابعة من الشر، لأنه يأتي بالسيف لمقاتله الآخرين لكي يسلموا. كلمة إسلام المعنى فيها أنت إسلام، ما هو ما اختارش أن يكون اسمه إسلام، يعني هو اختارش المشكلة دي كتير جدا خالص. اسم إسلام ليه من غير اسمه؟ طب غيره، هسميه جو مثلا ولا مايكل؟ ما تقول انت تمسيحي بتتكلم ليه على الإسلام؟ هسميه شنودة مثلا؟ هتقول لي انت يهودي بتتكلم على الإسلام ليه؟ طب ما ده اسمي، وبعدين فكرك لما اروح اغيره مش هحصل لي مشاكل؟ انا هحصل لي مشاكل من غير اسمك ليه؟ انت هتبقى حاجة تانية، انت هتسيب الدين. طب ما انت بتوقعني في مشاكل اكبر يا عم. اسمي ايه يا عم؟ خلينا نفتكر بيه في حد بتاع زمان على الاقل. بالضبط، هو هو اللي هو الاسم، لا يعني لا يقدم ولا يؤخر. صدقوني انا لو ماني برات، يعني انا لو جوات سوريا ما اظن اقدر اغير اسمي، وما كان يعني ما بعرف، يعني ما اظن يعني اكون قادر على غير اسمي يعني. فوجودي وجودي خارج سوريا بدوله تحترم نفسها، دوله تحترم مواطنيها، بسهوله غيرت اسمي بشرطه قلم، يعني من محمد الى جان، يعني في بكل سهوله. ولكن للاسف الشديد لو انا داخل سوريا ما اظن كان قادر. يعني ده اسم متطفل، يعني مالكش حق انت من اسمك ايه مثلا، بغض النظر عن مساله السؤال ده دين ايه او زينا او غيرنا. يا عم انا حر، انا طالما حريتي ما بتاثرش عليك خلاص. انت زعلان اسم مايكل، اسمي محمد، اسمي جيمس. هو 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 لا مو زعلان الاخ، يعني ما اظن يكون زعلان، يعني هو بس رايي يعني كده. انتوا ايه اللي مزعلكم يا جماعه؟ طيب اسمي سيدي عاجبني، انا حر، طالما حريتي ما بتاثرش عليك خلاص. ايه دي الفكره؟ اكيد اكيد. طيب انا بدي اخذ كلمه اخيره منك، نبتدي فيك احمد بهالحلقه هاي. كلمة أخيرة بتحب تقولها خصوصا بمسألة القمع اللي يعني شايفينه بهالشرق الأوسط الأوسخ للأسف الشديد، تفضل. أنا نفسي حكومات بلادنا بس تنظر بعين الرحمة والرأفة للأقليات شوية، مش بس الملحدين أو المفكرين، برضو عندنا برضو المسيحيين في مصر بصراحة، يعني أنا بصعب عليا يعني بالذات في الصعيد، صعيد مصر بيهاجموهم في منازلهم ويزقلوا بيتهم بالطوب ويعري نسوانهم في الشارع ويضطهدوا، يعني بس بصوا للاقليات شويه، برضو الاقليات دي مصريين. يعني الملحد مش مجرم، مش كل شويه جرجر في امن الدوله علشان كتب رايه على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا مش مجرمين، احنا ما بنقتلش حد، احنا مش ارهابيين، احنا ما بنخوفش حد، احنا مش خطر على على النظام علشان كل شويه امن الدوله يجرجرنا. احنا ما احنا كل المساله ان احنا بننتقد دين عنيف اجرامي غير ادمي، شايفين انه هو مش بشري، يعني مش من عند اله ولا حاجه. ودي راينا وده حريتنا. يعني ممكن احنا بقى، ممكن انت بقى عشان انت المفروض تحمينا، ممكن تحمينا، يعني ممكن تحافظ على ارواح الناس دي وامنها وسلامتها. ده اللي بنطلبه منك، يعني ده طلب، مش ده شيء بديهي ومنطقي. يعني في اي دوله متحضره الناس كلها سواسيه امام القانون، وما فيش اضطهاد للاقليات الا عندك بس. رجاء يعني ارحمنا شوي، بص لنا بعين الرحمه والرأفة شوي. الراجل من ساعه، اسماعيل من ساعه ما خدوه عيني امن الدوله، الولد مش لا ظهر لا في فيسبوك ولا على فيديو ولا ايه. يا عم الرعب اللي احنا فيه ده، واخد بال حضرتك؟ بس ده اللي انا بطلبه يعني. وبالفعل يعني اليوم اذا الدوله ما حمت مواطنيه، يعني المواطن يروح فين؟ يعني مين بده يحميه؟ يروح لمين؟ يعني يروح لاسرائيل تاع يحمينا؟ يعني اذا مأساة 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 للاسف الشديد. طيب الاخ بروميس اظن عم بيقول، انا ما قصدي اسم الاسلام بالتحديد هو، لكن قصد الدين الاسلامي، فحصل سوء تفاهم وانا كده شرحت اظن، يعني حاولت ان اشرح. تفضل اسلام. مش زعلان من محاس خير. هنقول كلمه بيها بقى. المشكله فيها دي مشكله الارهاب بسببها الاديان،
الحكومات العربية لازم تعرف حاجة زي دي. هما لو ما خدوش خطوة إيجابية هما اللي بيتأذوا، مش احنا اللي بنتأذي، هما أكتر أذية. بنتأذي معاهم في اقتصاد بلدنا، في السياحة، ما احنا السياحة واقعة عندنا في مصر. الإرهاب، خايفين واحد يطلع لهم بدأ يقول الله أكبر، بس لو قال الله أكبر الناس تجري. طب ما أنتوا امنعوا الكلام ده، عايزين البلد تقوم وترجع تاني سياحة، السياح يجينا ومش عارف إيه وفلوس تخش البلد. ليه؟ ما انت عندك، انت عارف الاذيه جايه منين، امنعها بقى. انت اللي هتتاذي واحنا هنتاذي. بس انا اتمنى الخير والسلام للجميع، واتمنى بس يعني الحكومات تغير رايها شويه عن موضوع الدين ده، واتمنى ان احنا نبقى دوله علمانيه وكل واحد في حاله، طالما ما بوصرش عليك في حريتك الشخصيه، ما تخبطش عليك في بيتك، انت ملحد يا ابني، ويروح شايلني ولا يقتلني عشان انا مش على دين. يا عم انا حر، انا حر ان انا ما اعترفش بالدين، انا حر ان انا ما اقولش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واحد انا مش مقتنع بيه. ليه تجبرني ان انا اقول عليك؟ بعدين قانون ازدراء الاديان ده ايه؟ طب ما هو الدين الاسلامي هو اللي بيزدر الاديان، بيزدر ازدراء اديان. ما تخلوناش بقى نتكلم كلام ويرجعوا يزعلوا بقى ما انتوا يعني القانون مش اي 30 لازمه، انت بتحمي بيه بس الاسلام السني، ما تحميش باي حاجه تانيه. مسيحي يهودي عادي، لكن غلطت في اسلام سني لا غلط. طب ليه يا عم انت الدين نفسه يزدرينا بس ومش عارف ايه وحاجات كتير، طب ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه خالص، اثر على حريتي وعمل لنا رعب. وليه يعني انا طالع وخافي، خافي ووشي عشان ما اظهرش، ما انا خايف من العقول المجنونه، مش حكايه الحكومه، انا ما اكلمش عن الحكومه، انا خايف من العقلية. واحد يشوفني يكون عاقل ولا حاجه يقول ده ملحد كافر، ده نقتله، ده مباح. ليه ما انتوا اللي زارعين الكلام ده في دماغهم المصريين من صغرهم؟ وتديهم حروب الرده، يبقى ما تجيش تقوم علينا بقى تاني. طب انا انت تاني ليه يا عم؟ انا عملت لك حاجه؟ انا مش مقتنع بحاجه وبالعافيه اقتنع بيها. اه لازم تقتنع عشان ابويا وامي مثلا كانوا مسلمين، ابقى زيهم. انا مش مقتنع يا عم، انا حر، واكيد مش هشوف هنا واشتم النبيك. لا يا عم انا في حالي، انت خليك في حالك انت كمان. من حقي برضه ان انا ما اسمعش كل شويه، ومن حقي ان انا ما اسمعش صوت الكنيسه الجرس بتاعها. كل واحد في حاله بقى. بس احنا برضه عايزين ننبه الناس وننبه الحكومات العربيه، انتوا اللي بتجيبوا زي لنفسكم، انتوا اللي بتجيبوا زي لنفسكم، عارفين الارهاب طالع منين، وانتوا اللي بتدعموه، وانتوا اللي بتدعموه سواء عارفين او مش عارفين. خلوا بالكم، خلوا بالكم. فاقول تاني، ما تقولوش الارهاب لا دين له، لا الارهاب معروف دينه ايه. حضرتك، وبشكر البرنامج بتاع حضرتك الجميل، بشكر الاستاذ احمد. انا بشكرك كثير اخي، اخوي اسلام، وانا بضم صوتي لصوتك ولصوت اخوي احمد. وبصراحه يعني خلينا نحكي بطريقه رسميه، وناشد كل الحكومات. يعني انا بصراحة يعني بنقول لهم يعني إذا التعليم التعليم التعليم، يعني شو بتخسروا لما بتشيلوا التعليم الدين من التعليم؟ يعني الدين مكانه الجامع، الدين مكانه الحسينية، الدين مكانه هالزوايا هي، الدين ليس مكانه بالمدرسة. المدرسة رايح تتعلم الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، راح تتعلم علوم تشريحية، راح تتعلم فيزياء كيمياء. هذا المدرسة المفروض تكون بهالتعليم هذا. يعني شو علاقة يعني كيف ممكن يعني يا جماعة، خصوصا القائمين على التعليم، يعني كيف بتيجي بتدرس هالطفل هذا انه نظرية التطور، وبعدين بتدرسه انه والله آدم اجى من فخار ومن حجر ومن تراب، والحكي الفاضي اللي ما عندك اصلا دليل يعني تقدمه لهالطفل هذا في الكتاب. يعني ما في دليل غير قال وقيل وقال قلنا قال أقوال، يعني ما في غير هالاشياء هي. فبتمنى يعني من هالناس هي انه توعى هالشيء، لانه اطفالكم من هالاطفال هاي، واذا صار ارهاب بصير على اطفالكم كمان يا قائمين على التعليم. يعني فبتمنى منكم شيلوا هالخرافات هي من الكتب تعليم الاطفال. هي جريمه بحق الطفوله اصلا، يعني جريمه بحق الطفوله لما عم تعلموا انه والله ادم اجى من تراب. فاضم صوتي لصوت اخوتي واصدقائي، انا بتمنى منكم كمان تشاركوا الحلقه هاي وتنشروها حتى يتعمل فائده للكل، ونستفيد كلنا، ونوصل صوتنا لاكبر عدد ممكن
من اهالينا حتى يفيقوا حاجة، يفيقوا كفانا ظلاما مثل ما بقولوا. وطبعا بكره معنا الاخ نيروز على الساعة 8 بتوقيت لندن بحلقة عن الأكراد، تاريخ وشعب. فكونوا معنا وأراكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لك أحمد، شكرا لك إسلام، شكرا لكم أصدقائي. إلى اللقاء.